النادي الاهلي زي ما اكيد حضراتكم عارفين بيعيش حاليا حاله من التركيز الشديد جدا قبل مباراه نهضه بركان المقرره يوم الجمعه الجايه ان شاء الله الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. الجهاز الفني زي ما قلنا قبل كده قفل بالفعل ملف مباراه سان داونز عشان يركز كل التركيز في مواجهه الفريق المغربي على كاس السوبر الافريقي، خصوصا وان البطوله دي من مباراه واحده فقط، يعني الفائز بيها هو اللي هيرجع على بلده بلقب افريقي يضاف الى سجلاته. احنا طبعا يعني وكل اللاعبين وكل الجماهير بنتامل ان يكون النادي الاهلي ان شاء الله هو الفائز بهذه المباراه وان يعود الى مصر سالما غانما متوجا بهذا اللقب واللي بقاله 7 سنين غايب عن النادي الاهلي. انا بتفق معاك جدا، وان شاء الله يعني النادي الاهلي كمان هنا نقدر نقول ان هو هيضمن الكاس ده وهنضيفه بقى ليه يعني دولاب الكؤوس اللي عندنا. لقب السوبر الافريقي زي ما انت قلت غائب عن النادي الاهلي من 7 سنين، ولكن احنا بنتكلم عن اللعيبه الحاليه، اللعيبه في الجيل الحالي قادرين اكيد على التتويج باللقب واضافته كمان لقائمه بطولات الاهلي، وزي ما لعيبه الاهلي كانوا كمان على قدر مسؤوليه حسم التاهل في دوري ابطال افريقيا وقطعوا كمان نقدر نقول خطوه مهمه جدا في طريق يعني الحفاظ على لقب دوري ابطال افريقيا والتتويج بالبطوله العاشره، ان شاء الله هيفرحونا بالسوبر الافريقي. وزي ما احنا كنا بنتكلم هل الماتش ده يعني في تحدي ولا لا، هيبقى صعب ولا لا، الماتش مضمون ولا لا، التحليلات اختلفت، ولكن في الاول وفي الاخر هي مباراه في غايه الاهميه، ما فيش مجال او ما فيش رفاهيه ان احنا نعوض مره ثانيه، ما فيش ذهاب وعوده، هي الفائز هو اللي هيتوج، فدي نقاط في غايه الاهميه لازم برده ان احنا نبقى حاطينها في الحسبان. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم ان الحمد لله النادي الاهلي بيلعب مستوى جيد جدا، احنا ما عندناش يعني الحمد لله غيابات في الماتش ده هتكون موجوده، بالعكس في عوده كبيره جدا لبعض اللعيبه اللي كانوا مش موجودين، واحنا اكيد معانا التفاصيل بتاعت هذه الاخبار. ولكن لو هنتكلم برده يا كريم عن نهضه بركان نقدر نقول ان يعني النادي مش بيلعب برده بنفس المستوى، يعني هذا النادي وهذا الفريق مش بيلعب بنفس المستوى اللي فاز بيه الكونفدراليه، يمكن هما نفس اللعيبه ولكن المستوى اختلف، ده بشهاده الجميع، يعني حتى الصحف المغربيه كانت تتحدث ان يعني نهضه بركان ليس كما سبق، يعني مش زي السنه اللي فاتت او كمان نقدر نقول السنه اللي قبلها، مستوى اختلف بشكل كبير جدا، يمكن دلوقتي ترتيبهم حتى في الدوري اعتقد العاشر واصل حاجه زي كده، السنه اللي فاتت كان بنفسه لغايه اخر اسبوع على الدوري مع الوداد وكان مع الوداد المغربي وكان مين تاني؟ والرجاء تقريبا كان مع الوداد المغربي انا نفسي مش متاكد فيعني لا الاداء اكيد مختلف بشكل كبير جدا. على كل حال احنا واثقين في اللعيبه وان شاء الله تبقى كمان مباراه ممتعه، ده مهم. هو طبعا في اجماع على ان هو مستواه متراجع نسبيا حتى في ترتيب الدوري زي ما انت بتقولي، ولكن برضو كالعاده الفرق كلها بتيجي وخصوصا في المباريات اللي من النوع ده اللي هي مباراه بطوله ولقب وما قدمهمش يعني بديل تاني عن الفوز، وبطبيعه الحال النادي الاهلي بالمناسبه زي ما بيخض فرق كتير جدا منافسه هو كمان يعني بيبقى بمثابه حافز، يعني بيبقى مهم جدا جدا بالنسبه لهم ان هم يفوزوا على النادي الاهلي او اضعف الايمان يقدموا مباراه قويه جدا. طبعا كل اللعيبه مركزين حاليا في مباراه نهضه بركان وكلهم اكيد اصرار على التتويج بهذا اللقب، لقب السوبر الافريقي بعد غياب لمده 7 سنوات، وطبعا يعني ده هيكون خير التتويج لهذه المرحله اللي شهدت حاله من الضغط الشديد جدا في المباريات كلها ما بين مواجهات محليه ومواجهات قاريه، ماتشات ورا بعض، سفريات ورا بعض، معسكرات ورا بعض، فالحقيقه دي هيكون خير نهايه لهذه المرحله. عايزين نقول كمان ان حضور جماهير النادي الاهلي زي ما كان سبب في نجاح بطوله كاس العالم للانديه اللي اقيمت في فبراير الماضي، طبعا ان شاء الله هيكون تواجدهم في المدرجات خلال مباراه الاهلي مع نهضه بركان ان شاء الله هيكون دي اثر نفسي طيب جدا ودفعه معنويه قويه لكل اللاعبين من اجل التتويج باللقب والاحتفال معهم في نهايه المباراه باذن الرحمن ان شاء الله بالتوفيق لفريقنا وان شاء الله الفوز باللقب السابع للسوبر الافريقي ان شاء الله. تعرف مدينه بركان هو اسمها بركان فعلا زي ما احنا بننطقها مش بركان، هي تقع فين؟ تقع في يعني اقصى الشمال الشرقي في المغرب. هي يعني مدينه برضو جميله ما فيهاش كثافه كبيره بس هي مدينه جميله يعني. خلينا بقى نتابع مع حضراتكم واكيد وعلى مدار الحلقه وعلى مدار يعني اليوم خطوه بخطوه وايه اللي بيحصل للبعثه. فريق امبارح خلينا نديكم او يعني نعرف حضراتكم برضو اخر الابديتس او ايه الجديد مع البعثه، هو راح الفندق وجميع الاطراف المفروض المشاركه في البطوله او بطوله السوبر الافريقي بعد ما تاكدوا بقى من سلبيه المسحه الطبيه دخلوا الفقاعه زي ما احنا قلنا، وبيتسو موسيماني كمان كان عقد محاضره بالفيديو مع اللعيبه داخل الفندق.
الفندق، فندق الاقامه، ده قبل الانطلاق بقى للمران، وشمل كمان تنفيذ الجوانب الفنيه والخططيه. بعد كده اكتفى اول يوم هناك بكان تدريبات خفيفه زي ما زميلنا العزيز كريم احمد كان نقل لحضراتكم. اول يوم كان فيه يعني تدريب لكن كان بشكل يعني خفيف، وبعد كده بقى عشان ما يحصلش طبعا اجهاد، احنا مش عايزين اي اجهاد تاني يحصل لاي لاعب، فكل التوفيق ان شاء الله. واحنا ان شاء الله هنحاول يكون معانا برده كريم احمد النهارده يدينا اخر المستجدات الخاصه بالبعثه.